بداية فقراتنا رشا رح نحكي فيها عن موضوع كتير مهم. منصادف كتير أشخاص بحياتنا اليومية للأسف بيعانوا من الشخصية النرجسية، وهون يمكن بيكون تأثير ممكن يكون سلبي على الوسط المحيط. طبعا أحد الباحثين البريطانيين رشا قالوا إنه في 9 معايير للشخصية النرجسية. فشو هي المعايير؟ هل ممكن نعتبر الشخص النرجسي هو شخص مريض بحاجة لأدوية أو لا؟ كيف فينا نحن ممكن نصلح أو نقوم شوي من سلوك الشخصية النرجسية؟ رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع دكتور راغد هارون. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباحك دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. عم نحكي عن شخصية موجودة بكثرة بمجتمعنا، صحيح. يعني وخاصة بهذا الوضع يعني صار كتير هاي الظاهرة موجودة، صحيح. وخاصة إذا رحنا السوشيال ميديا اليوم، تخيلي فرح أنه صورة السيلفي صارت تعتبر من النرجسية وحب الذات قد ما كتير عم نشوفها. يعني بداية قبل ما نفوت بتفاصيل الموضوع، خلينا نحكي عن الصحة النفسية بشكل عام. يسعد صباحكم يا رب. أهلا وسهلا. ونتمنى الصحة النفسية للجميع بكل أنحاء العالم، اللي يعني مضطرب بهالأيام. هي إن شاء الله يا ربي عم السلام، لأنه أهم صحة نفسية بالعالم هي السلام. إذا داخلي دكتور، السلام عند كل الدول، يعني إلى الآن العالم ما تطور من أيام الحرب العالمية الثانية، إلى الآن ما تطور بشيء سوى بأنه زاد من تطوير السلاح، وهذا بالنسبة للطب أو بالنسبة للإنسانية ما هو شيء جيد. التطور بيكون بالإنسانية وبمنع كل هالأسلحة ومنع الحروب كلها. إن شاء الله يا رب بنقدر ومشيئة ربنا أنه نخلص من هالأمور. الصحة النفسية طبعا هي صحة مهمة جدا عند الإنسان، لا بل تفوق الصحة الجسدية. من دون صحة نفسية لا نستطيع أن نقوم بعمل سليم، من دون صحة نفسية لا نستطيع أن نقوم بتواصل سليم مع الآخرين، من دون صحة نفسية لا نستطيع أن نركز بعملنا، بتربيتنا لأولادنا، لأي شخص من أسرتنا. فالصحة النفسية بيعرفوها بأنه هي مجموعة أو هي القدرة على التواصل السليم مع الشدات النفسية بالحياة. يعني نحن لا نعتبر أنه الشخص اللي عايش حياة أو صحة نفسية هو شخص لا يتعرض لشدات، لا، هو يتعرض، ولكن في عنده القدرة وعنده الديفنس ميكانيزم، آليات الدفاع، وعنده مجموعة الأفكار والتربية السليمة، لأنه العائلة هلأ بنشوف قديش مهمة بالصحة النفسية، التربية السليمة والتنشئة السليمة والتعليم السليم اللي بيمكنوا على التأقلم والتفاعل السليم بعيداً عن الانفعال أمام المواقف المختلفة بالحياة. أنا سليم نفسياً معناته أنا قادر على أن أتعامل مع كافة الظروف وبكل الأماكن الجغرافية بالعالم بشكل سليم. ماني سليم أمام أبسط الأمور، ممكن أنه يصير في عندي غضب، يصير في عندي توتر، تنهز الشخصية. نعم، تنهز الشخصية، كلام سليم. طبعا. فأنا بس في نقطة بحب شير إلى، يعني أنا بخاف مشاهدينا الكرام يكونوا عم يعتبروا أنه نحن دائما لما نحكي عن اضطراب الشخصية نحن نفترض سلفا بأنه كل الناس عندها اضطراب شخصية ولكن كل واحد عنده نوع من الاضطراب. لا، نحن لا نقول هذا الكلام. الناس معظمها سليمة نفسيا، ولكن لما بنتحدث عن اضطراب شخصية فمنحدده بمحدداته ومعاييره الخاصة وله نسبة معينة بالمجتمع، مثل ما رح نشوف هلأ النرجسية بتوصل لـ6% في الحدية والسيكوباتية وغيرها، يعني لهم نسبة بين 2-3% من المجتمع. تمام. والباقي شخصيات سليمة. الدكتور اليوم اخترنا النرجسية لأنه يمكن هذا المصطلح صرنا نسمعه كتير بحياتنا اليومية، شخص نرجسي شخص نرجسي. شو هو الشخص النرجسي بداية؟ نحن كيف نقدر نفرق بين شخص متصالح مع نفسه، بين شخص واثق بنفسه كتير وبيحب ذاته كمان، بين الشخص النرجسي؟ صحيح. للأمانة كلمة نرجسية فعلا مثل ما تفضلتي وبشكل دقيق جدا عم تستخدم استخدام مانو سليم، يعني استخدام احيانا عشوائي او عبثي، انه شو هالتصرف اللي قام فيه، تصرف نرجسي.
أي تصرف يخالفني أو يخالف المجموع صرنا نوصفه بأنه نرجسي. على الإطلاق مثل ما تفضلت بالبداية بأنه هناك معايير للشخصية النرجسية. الشخصية النرجسية هي شخصية أولاً تعتقد بأنها تمتلك قدرات خارقة أكثر مما هي على في حقيقة الأمر. صحيح. اثنين يعتقد بأنه يستحق هذه المناصب وهذه يعني الأماكن وهذه المكانات من دون أن يستحقها على الإطلاق. نعم. يعني في غيره أجدر منه بصراحة. هو شخص ما في عنده تعاطف مع الآخرين، يعني هو يستخدم الآخرين لأن يكون الشخص المهم بيناتهم، وإذا ما كان الشخص المهم بيناتهم فإنه ينسحب ويبتعد عن هذا المكان. فهو شخص دائما عنده تقدير ذات مفرط أكثر من الحقيقة، غير مستحق غير جدير أن يتعامل مع أشخاص مرموقين في المجتمع. ما في مشكلة إنه نتعامل مع أشخاص مرموقين، مع أنه كل الناس مرموقين، يعني أنا ضد هذه التسمية، ولكن يعني هو بيعتبر الآخرين غير مسموح لهم، هو مسموح له أنه أو يحق له التعامل مع أشخاص مرموقين في المجتمع. شو هي المعايير دكتور تسعد عم نحكي عنها؟ المعايير غير تقدير الذات المبالغ فيه، غير أنه هو بيظنه أو بتفكيره أنه هو يستحق الأفضل، هو غير جدير بهي المكانة. شو هي المعايير اللي بنسمع عنها؟ أيضا منا هي معيارين، أيضا منا عدم تعاطفه مع الآخرين. الشخص النرجسي ما في عنده مشاعر تجاه الآخرين، بيجرحك، بيقوم بأي خدش لمشاعرك من دون ما يتأثر على الإطلاق. بيستخدم الآخرين فقط للوصول إلى أهدافه، مآربه. يعني هو بيحب الأشخاص يلي بيعتبروه هو محورهم، وهو وجوده بيناتهم أهم شخص. أي شخص بيخدش له هي النرجسية بيثير غضبه وعدوانيته تجاهه، وهذا الشيء بتمنى الوقت ما يداهمنا ونتحدث عن الشخصيات النرجسية السمية اللي هي خطيرة، ممكن تدمرنا. ممكن يكون هي بحياتنا دول سمية. نعم، يعني نعم. لسه أكثر من مستوى النرجسي، في نرجسي سمي، يعني نعم هو سمي. هو لسه يعني فوق النرجسي بدرجة، يعني بيتبع الإنسان اللي بيسأله لحتى يدمره ويدمر أسرته ويدمر أولاده. هذه كلها تعتبر العلماء النرجسية. حتى الشخص اللي بيكون على علاقة وطيدة جدا معك وفجأة ما عاد بده إياكي، هذا شخص نرجسي. أو هو شخص مثلا إذا رحتي عملتي أي نشاط خاص فيكي من بعيد دون عنه، بعيد عنه أيضا هذا نرجسي. هو شخص مضطرب، يعني بنواقله العصبية، بعقله وبسلوكياته وبنشأته الاجتماعية. أكيد بيحبوا المديح، أنك تمدحه دائما، تمدح فيه دائما، بحاجة المديح فيه. رائع جدا. أو بينزعج وقت بيشوف أنه وقت المضطربة شوي بصراحة، وقت ما بتمدحيه بحس أنه هو في شيء ناقصه. نعم. ويصير غضبه هاي القصة. طيب دكتور، اليوم الشخص ليوصل لهدول المراحل ولهي الشخصية. نعم. هو مو وليد الفجأة، في أساسات، في نشأة بالبيت. كلام صحيح. وفي أهل، في أم وأب، وفي مجتمع هنن اللي أثروا عليه لوصل لهي المرحلة. خلينا نرجع شوي لذاكرته الطفولة، وأي مشكلة نحن عم تصيبنا إن كان نحن أو إن كان بالمجتمع نرجع للطفولة. كلامك صحيح. خلينا نحكي عن اليوم أسباب هذا الشخص النرجسي. أكيد طبعا، من شروط السلامة النفسية إن كان عند الطفل أو المراهق أو الكهل، هو نشأته الأسرية ضمن أسرة سليمة هادئة بعيدة عن المشاكل، عكس الشخص اللي بينشأ ضمن أسرة مليئة بالمشاكل بصراحة، بينشأ مضطرب. فالشخص النرجسي هو شخص بالدرجة الأولى في عنده الاستعداد البيولوجي، واللي دائما بنحكي عنه بمعنى الكيماوي الدماغي، اللي هو جاهز لأنه يجعله أمام هكذا تربية
بهذا الشكل من السلوك مع الآخرين. نعم. لأنه رح أعطيكم العكس هلأ، إذا ما كان جاهز بيولوجياً حتى ولو ربيته غلط أنا رح يكون إنسان متواضع وبسيط ولطيف. وهذا الشيء بفسر وجود شخصين بنفس العائلة كل واحد عليكي. صفة لحاله. برافو عليكي، اثنيناتهم تلقوا نفس التربية ولكن كيمياء هذا الطفل صحيح. تختلف. طبعاً نحن منجيب هاي النتائج أو مو نحن الباحثين بيجيبوا هالنتائج هاي من خلال الدراسات على التوائم. التوائم الحقيقية هي أفضل مادة في العالم لدراسة المشاكل الوراثية بصراحة وتفاعلاتها بالمستقبل على نفسية التوائم. تختلف دكتور؟ إذا تربوا حقيقي؟ بنفس التوأم الحقيقي ممكن، إذا تربوا بنفس طبعاً البيئة ونفس المعاملة ونفس الوسط قد ما كانوا متشابهين هناك اختلاف. نعم. مشان ما نبتعد عن موضوع التربية بالنسبة أو نشأة النرجسي، فالنرجسي بداية ولد عنده استعداد كيماوي دماغي، لأن فيما إذا بالصدفة تربى بهالطريقة يكون نرجسي. شو هي الطريقة؟ الطريقة دائما هي طريقة مبالغ بتقدير الآخرين له. نعم. وفرض تقدير الآخرين له، مثلا رفقاته، يعني الأهل ما بيشجعوا ابنهم على أنه يكون واحد من هذا الفريق، لا، لازم يكون هو أهم شخص بالفريق. الأهل ما بيشجعوا على أنه يكون واحد من هالصف، لا، هو أحسن واحد بالصف. يعني دائما عم يفهموه انه انت الافضل. انا فيني خلي ابني يكون افضل ولكن بطريقه ما يكون فيها نرجسي، وبنفس الوقت طلع كل المواهب اللي موجوده عنده حتى ولو كان في عنده استعداد. لانه انا سلفا ما بعرف ابني شو في عنده استعداد. قد ايه بدي حذر هذا الموضوع دكتور؟ اليوم لما ابننا اول ما يفوت على المدرسه، الام او الاب بدي اياك اشطر واحد، بدي اياك البطل، بدي تسبق رفقاتك، مو انا بدي اياك متميز، بدي اياك وتحبون ويحبوك ويجوا لعنا ونروح لعندهم ونشعروا بانه انت واحد منهم. تمام. لرفقاتك مين من كانوا وين من كانوا، ابدا ما بيجوز نبعده عن اي شخص الا لاسباب ممكن نشرح له اياها. ما بيجوز انا ابعده لانه والله نحن ساكنين بالمنطقه الفلانيه وهو ساكن بالمنطقه الفلانيه، انا ابوك بيشتغل العمل الفلاني وهو ابوه بيشتغل، واذا بتشتغل العمل كل مين عنده ظروفه. يعني ما حدا، مو كل الاهالي اليوم بيقولوا لابنهم هاي الكلمه، يعني المعظم بيقول لا تخلي حدا يضربك، اللي بيضربك اضربه، واذا نعم. اذا بتاكل قتله بالمدرسه رح تاكل قتله بالبيت بالاجمال، لا تخلي حدا يلق لك اغراضك، لا تخلي حدا كلام يعني. صحيح، يعني في عدوانيه بتصير صحيح. حذر كلام صحيح. وبالاجمال انا دائما بقول نحن بلد او شعب ما بيعرف يربي الاطفال، لانه أو نتمنى أنه نتعلم كيف نربي الأطفال، لأنه إذا منربي جيل واحد منبني بلد قوي جدا، زائد أنه منعمل التربية وراثة. لأنه أنا دائما أقول التربية وراثة تنتقل من ابني لابنه. تمام. مثل ما أنا ربيته صحيح. فنحن لا منقرأ ولا أنا مستعدين نقرأ كيف سلوك الطفل وتربيته، ومنربي على وراثة أهلنا. كيف أبي كان يقول لي؟ أنا أبي ما كنت استرجي أرفع عيوني بوشه. ليش يعني؟ وين المشكلة إذا تواصلنا بالبصر مع بعضنا وصار في مع عطف؟ أنا أمي ما كنت استرجي أحضنها أو كذا، مع أنه الحضن للوالدة وللأخوة ولكل أفراد الأسرة هي من الأمور المعززة لكثير من المشاعر طبعاً. بالطب النفسي يعني في كثير من الأمور بصراحة خطأ ونحن مستمرين علينا. لذلك يعني كل المؤسسات أنا بتمنى المعنية بهذا الموضوع فعلا تبذل جهد على هذا الموضوع من أجل تحسينه. دكتور نحن كثير بنسمع عن بعض الأطفال يلي عانوا بطفولتهم من التنمر.
نحن بنعرف انه اغلبهم ممكن يصيروا اشخاص انطوائيين ضعيفي الشخصيه. صحيح. بعض الحالات تماما بعض الاشخاص بحالات نادره ممكن كاليه دفاع للشخص عن ذاته ممكن يتقلب معه على نرجسيه على كبر. هذا الشيء قد هي حالات خاصه ممكن تتحول لشخصيه نرجسيه سامه كنوع من اليه الدفاع. صحيح. على النفس شخصيه نرجسيه وشخصيه سايكوباتيه بنفس الوقت حقيقه، لانه بالنهايه الشخصيه النرجسيه هي شخصيه في عندها باللاوعي صراع ذاتي، يعني ما في عنده سيلف كونفيدنس ثقه بالذات، ما في عنده لحتى يكون عارف مكانته بهذا الموقع شو هي، لذلك هو عم يفترض انه انا افضل بناء على مجموعه من الاضطرابات. فمن الضروري جدا العمل على فعلا التنشئة المدرسية أو المنزلية بشكل سليم لهذا الموضوع. أما بالنسبة للشخصيات النرجسية السامة أو السمية حقيقة يعني كثير من العلماء بينصحوا بالابتعاد عنها، لأنه لابد من الابتعاد عنها من أجل أنه تتقي شره. هن مجموعة من الشخصيات النرجسية اللي لهم أسامي عديدة، ولكن كلهم بيشتركوا بصفة واحدة ألا وهي هالتناقض بالمشاعر والانفعالات الداخلية عم تنعكس بغضب وعنف وعدوانية تجاه الآخرين. النرجسي هو شخص بيحسد الآخرين وبيتمنى الآخرين يحسدوا. تمام؟ حلوة هي. بيحسد الآخرين على نجاحاتهم الحقيقية ويتمنى الآخرين يحسدوا على نجاحه الزائف. الشخصيات النرجسية السمية يفضل الابتعاد عنا إذا ما كنا خبراء بالتواصل معه، لأنه بصراحة من الممكن جدا أنه تأثر على حياتنا، تدمر أسرنا، تنخدش بأي لحظة، تضطرب، تصير عدوانية وتنعكس سلبا على كل شيء بحياتنا. أكيد حياتنا بشكل كتير كبير بصراحة. طيب دكتور، هيك ولو سريعا، هدول الاشخاص مفروضين بحياتنا وموجودين بكثره كان بعملنا او باي مكان ثاني، نحن اليوم كيف قادرين نتعامل معهم ونحذرهم؟ هلا انت اليوم الحذر واجب منهم. كلامك صحيح. اليوم كيف نحن قادرين نتعامل مع هيك شخصيات من دون ما يكون في خسارات؟ صحيح. الشخصيه النرجسيه هي من الشخصيات وجميع اضطرابات الشخصيه غالبا ما بيلجؤوا للطبيب بصراحه. ليش؟ لانه في عندهم وهم وعندهم قناعة ثابتة بأنه أنا فعلا هيك، ليش لحتى أروح لعند الطبيب؟ أنا ما فيني شيء. بالإضافة إلى مجموعة المشاكل الثقافية بالمجتمع بأنه أنا ما بروح لعند طبيب وأنا ممكن هالشيء هذا يكون مسبب لي أنه معتبريني أنه في عندي مشكلة عقلية أو ما إلى هنالك. لذلك نحن إذا ما كنا خبراء أفضل شيء بنعمله صراحة نتجنبهم. الابتعاد إلا إذا فعلا استبصر أو حدا نبهه، وبالتالي التعاون بالعلاج. هناك قصص كثيرة بنقراها حقيقة بدراستنا عن أشخاص فعلا كانوا نرجسيين وفعلا كانوا مؤذيين، ولكن يعني من إحدى القصص أنه أحد الأشخاص ارتبط بسايكولوجيست بباحثة اجتماعية ونبهته أنه أنت شخصيتك نرجسية، وفعلا اقتنع وبلش أنه يعالج نفسه وبلش أنه ينصح الآخرين بالانتباه لتصرفاتهم كلياتهم. فالابتعاد هو مهم جدا، وإلا ممكن تكون الشخصية النرجسية سمية وتأذينا، إلا إذا تعالجت بالعكس نحن ممكن أنه ندعمها، ممكن أنه نتشارك معها بكثير من النشاطات ونشعر بأنه هي واحد مننا ونحن مثلنا مثلهم. توجد فروق بيناتنا ولكن ليست بهذا الشكل اللي أنت معتقده.
أكيد نقول لك شكراً دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، ويا ريت ننتبه كثير منيح لتنشئة أطفالنا، يمكن أي خجل صغير بنفسيتهم ممكن يأثر بشكل كثير كبير لما بيكبروا وبصيروا بمرحلة الإنتاج ومرحلة الدخول بسوق العمل والحياة الاجتماعية. صحيح. شكراً لك. شكراً دكتور لكل المعلومات اللي قدمتها، إن شاء الله هيك بنكفي بحلقات ثانية اليوم، وبنحكي بالعلاج وكيف نحن قادرين نأثر بهذا الشخص. يا رب إن شاء الله. شكراً لك.